الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس رقم 30 الحمد لله، من شرح كتاب التوحيد، والذي يشرح لنا معنى لا إله إلا الله بالتفصيل. وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا يدخل في باب توحيد الربوبية سبحانه وتعالى، ربوبية الله عز وجل. والربوبية تعني الخالق والمالك والمدبر، معنى الرب في لغة العرب الخالق والمالك والمدبر. يعني إذا كنا الله عز وجل هو رب العالمين، إذن هو خالق العالمين. وإذا كان خالق للعالمين، إذا هذه العالمين كلها هي جميع عالم، إذا العالمين كلها هي ملك لله عز وجل، هي من عند الله، إذن فهي ملك له، إذن فهو خالق ومالك. طيب، إذا كانت هي في ملكه، من يدبر أمور هذه الممالك وهذه العالمين؟ هو الله عز وجل، إذن فهو خالق ومالك ومدبر. أما كيفية تدبير الله عز وجل، فإما يدبرها بالقدر أو يدبرها بالوحي. بالقدر هي كل أمور الحياة، ولكن هناك تدبيرات بالوحي بأنه يأمر الناس بالشرائع، فهو يدبر أمورهم العملية والأخلاقية والعقادية وغير ذلك. إذا فهو خالق ومدبر، مدبر خالق ومالك ومدبر. وموضوع النعمة، موضوع النعمة داخل في أي شيء. إذا 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 قال تعالى يعرفون نعمة الله، نعمة الله داخل في إيش؟ في مخلوقات الله عز وجل. هل هناك نعمة غير مخلوقة؟ يعني في نعمة إحنا موجودين فيها هي غير مخلوق، غير تابعة لملك الله، غير تابعة لمخلوقات الله؟ لا، لأن النعمة هي من عند الله عز وجل، من ملكه سبحانه وتعالى، والذي خلقها وأوجدها ويسرها لك، ولهذا هي نعمة، نعمة من عند الله. إذا كان هناك خالق غير الله، وقلت إنه هذه النعمة من الخالق الآخر، فهنا لا يعتبر، يعني لن تكون هنا يعني مسألة توحيد. ولكن إذا ليس هناك خالق دون الله عز وجل، إذن فليس هناك منعم سواه سبحانه وتعالى. فمن نسب نعمة إلى غير الله هنا أشرك، ينسب إن هذه النعمة من عند غير الله. هنا بيجي موضوع الشرك، أنك تنسب شيء من ملك الله إلى غير الله. وهذه مسألة النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي ينكرون أنها منهم. ممكن يقول لك مثلا واحد يبكى في طيارة وخاف، مش عارف الطيارة صارت شكل فيهم خوف يعني، والطيار جي شاطر مثلا وراح نزل فيهم بسلامة، مش نفس تقول هذا الطيار شاطر، لولا هذا الطيار كان إحنا اليوم متنا. فهنا شو نسب النعمة لمين؟ لغير الله عز وجل. فلهذا هنا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينسبونها إلى غير الله، ينكرون أنها من الله. وأكثرهم الكافرون، أكثرهم الكافرون الذين يكفرون بهذه النعمة، وأكثرهم كافر بمعنى مشرك، إنه يشرك بالله عز وجل بهذه النعمة. قال مجاهد، ما معناه؟ طبعا دائما أول واحد من التابعين بيرجعوا له في التفسير بعد الصحابة هو مجاهد، لأنه عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنه ثلاث عرضات، الأول لآخر، يقف عند كل آية يسأله عن معناها، يعني ختم المصحف تفسيرا على ابن عباس ثلاث مرات. قال مجاهد، ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. أول شيء نسب المال لنفسه، ثم قال ورثته عن آبائي، ولم يقل هو بفضل الله ولا برحمته ولا بكرمه، فهذا ينكر نعمة الله عز وجل. وقال عون بن عبد الله يقولون، شو يعني ينكرونها؟ معناها لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. طب كلمة لولا فلان لم يكن كذا، ممكن إنك أنت يعني تعطي خبر وتنسب الشيء لسببه الشرعي اللي ربنا عز وجل جعله سببا، ولكن مع البقاء على إنه هذا الأمر من الله عز وجل، مع الاعتراف إنه هذا الأمر من الله. زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لعمه أبي طالب، عمه أبي طالب مات كافرا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه الآن في ضحضاح، يعني ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، زي شف شط البحر على الطرف قاعد، ولكن يغلي منه دماغه، هو أخذ أدنى عذاب أهل النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا، هل هنا القصد النبي عليه الصلاة والسلام بده يتكبر بنفسه أو هو مشرك؟ حاشا صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بده يعطي خبر،
عن شيء ربنا جعله سبب، انه ربنا جعلني سبب الشفاعه، ربنا اذن لي بالشفاعه لعمي. ولهذا قال لولا انا. اذا احيانا قد يكون الخبر صحيح، ولكن يحذر الانسان من انه قلبه يكون متعلق بهذا السبب، او انه ينسب الخير لهذا السبب. ولكن قد تنسب الشيء، يعني مثلا لولا الموجي مثلا ما اجتل الشط، واحد دغري قال لولا الموجي ما اجتل الشط، الحمد لله الحمد لله فضل من الله. انت قلت شيء سببي، حدثت عن شيء سبب معين، ولكن نسبت الفضل بالاخر لمين؟ لله عز وجل. هذا جائز. ولكن انك تنسب الخير للسبب نفسه، انه هو المؤثر وهو السبب، هو هذا هو السبب، هو اللي نجى العباد، صب شوي، انه هذا السبب هو اللي نجى العباد، فهذا الامر هذا يعتبر شرك. قال وقال قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، كان من نوع من نوع الشرك، انه اذا صار شغله معينه بيقول لك هذا بشفاعة آلهتنا، آلهتنا هي اللي شفعت عند الله فنجونا بشفاعة آلهتنا. وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وان الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا الحديث مر معنا سابقا عشان تتذكروا، انه أمطرت الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله حديث يعني قدسي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل بنواة كذا أو بكوكب كذا فقال هذا كافر بي مؤمن بالكوكب، فهذه بنوء من أسف مطرنا بنوء كذا، نوء يعني من نجم معين، فكانوا زمان يعتقدوا انه اذا بين نجم معين او راح نجم معين انه هذا السبب من اسباب نزول المطر والخير، فكانوا ينسبوا هاي النعمه لمين؟ نعمه المطر للنجوم، ذكرناها في باب الاستسقاء بالنجوم. فهنا بيجي تشوف مؤمن بي وكافر، اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، اللي نسب الفضل لله عز وجل فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن نسب الفضل للكوكب فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم، لما يقول قال بعض السلف المعنى واحد من الصحابة أو التابعين أو اتباعهم، هذه القرون الثلاثة الأولى. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة الناس، يعني إذا في السفينة صارت تشكلب فيهم السفينة مع الأمواج، فشو قال؟ كانت الريح طيبة، الحمد لله الريح خفت، والقبطان السفينة بكشو حاذق، الملاح كان حاذقا بكشاطر، زي المثال اللي ضربناه على الطيار، نفس الشيء. فهذا هو إنكار نعمة الله عز وجل. ولكن أولا الواحد يقول الحمد لله أولا وآخرا، ربنا جعل هذا سبب أنقذني فيه، وكله بقدر الله، يعني كل هذا هذه الأمور داخلة في قدر الله. يعني من الذي أذن بوجود هذا القبطان؟ من الذي أمر بسرعة الريح؟ من الذي نجاك؟ من الذي أنعم عليك؟ كله بتقدير من رب العالمين، فكيف تنسب النعمة إلى غير الله؟ وهذا نوع من نوع الشرك. طبعا هناك إما أنه أحيانا إنسان ينسب النعمة لغير الله ولا يشكر عليها، أو هناك من ينسب النعمة لغير الله ويعبد غير الله. يعني في ناس بنسبوا النعمة لغير الله بس هم بيظلهم يصلوا لله، بس بنسبوا النعمة لغير الله، هذا وقع في شرك، قد يكون أصغر قد يكون أكبر حسب حجم تعظيمه لهذا السبب اللي ادعى أنه نعمة منه. ولكن الأعظم من ذلك أنه ينسب الفضل لغير الله ثم يعبد غير الله، هذا أشنع شيء، وهذا ما كان عليه كفار قريش، إنه كان دائما ينسبون الفضل لغير الله ويسجدون ويشركون بغير الله عز وجل. وهذا انتهاء الباب الأول. ثم يدخل معنا باب آخر هو تقريبا في نفس المعنى، اللي هو داخل في باب التسوية حتى لو من ناحية اللفظ. قال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند هو الشبيه والمساوي لله عز وجل. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات، يعني الحجر الأسود على صفات سوداء في ظلمة الليل، هو أن تقول والله وحياتك يا فلان، أنك تحلف بغير الله. قال هذا من الشرك اللي هو أخفى من دبيب النمل، تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، طبعا واو هذه واو القسم، لهذا الواحد تقول وحياة الله، شو يعني وحياة الله؟ قصده وحياة الله، أنه يحلف بحياة الله. هل جائز الواحد يحلف بصفة من صفات الله؟ نعم يجوز، تقول وحياة الله والله وتالله وبالله، فهذه بيقول يعني، والمصحف المصريين يقول والمصحف، إذا كان قصد المصحف الورقي فقد أشرك شرك أصغر،
لأنه حلف بغير الله، وإن كان يقصد كلام الله يعني وكلمات الله يحلف وكلمات الله وأحلف بكلمات الله فجائز، لأنها صفة من صفات الله عز وجل، فالواحد يفرق. أما هنا شو بقول وحياتي، يعني يقسم ويقسم بحياة نفسه. وواحد في ناس مثلا يقول لك وحياتي أولادي، وحياتي أولادي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، يعني لولا كلبة فلان اللي في الشارع عوت الدنيا ولعلعت الدنيا كان ما كشفناش اللصوص، هو نسب الفضل لها. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، طبعا البط بيعمل إزعاج أحيانا. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، جعل مشيئة الله مساوي باللفظ مشيئة فلان. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. طبعا هذا كله حديث عن ابن عباس، ابن عباس هذه الألفاظ كلها من الشرك. إذا قلنا هذا من الشرك يعني قلنا هي قد تكون شرك أصغر قد تكون شرك أكبر، يعني الواحد حلف بغير الله أشرك شركا أصغر، ولكن إذا وصل بأنه هذا المحلوف به في قلبه أعظم من الله كفر، كفر شرك أكبر، طلع من الدين. زي لما تيجي واحد تستحلف وتقول احلف بالله، تقول لك والله وكذا وتالله وبالله وجيب لك الأيمان المغلظة، تقول له احلف بأمك مثلا، لا شو احلف جذبش، فعظم أمه مثلا أو شرفه أو عرضه أكثر من تعظيمه لله، هذا طبعا طلع من الدين، خرج من ملة الإسلام، لأنه عظم غير الله أعظم من الله عز وجل، جعل غير الله أعظم منه حتى في الحلفان. ولهذا الإنسان لا يعود لسانه على الحلف بشرفه، شرك أصغر. طيب أنه أعظم الشرك الأصغر ولا أكبر الكبائر؟ مر معنا سابقا أنه الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر، لأنه كل ما أفضى إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، فالشرك الأصغر أعظم من الذنوب الكبائر. ولهذا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا، أحلف بالله كاذبا، هذا إيش كبيرة، الكذب كبيرة، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، اللي هو الشرك الأصغر. لما قال لك إني أكذب أحلف بالله كاذبا، أعمل الكبيرة هذه أحب إلي من أن أعمل الشرك الأصغر، هذا دليل على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة. هذا عبد الله بن مسعود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان بحرف الواو، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأنه ثم تفيد الترتيب التراخي إما الزمني أو الرتبي، يعني لما تقول مثلا دخل حلمي ثم دخل عودي، معروف أنه حلمي دخل في البداية ثم بعدها دخل عودي، ولكن الناجحون ثلاثة حلمي ثم عودي ثم يزن، هذا ترتيب رتبي ملوش علاقة بالزمن، وإنما رتبة أول واحد ناجح أعلى من الثاني والثاني أعلى من الثالث. فلهذا لما قال ما شاء الله ما شاء الله ثم شاء فلان، أنا كأنك بتقول إنه المشيئة الكلية لمين؟ لله عز وجل، ولكن مشيئة فلان هذه مشيئة منتسبة تحت مشيئة الله عز وجل، إنه بإذن من الله عز وجل. أما تقول شاء الله وشاء فلان مع بعض حرف الواو، هذا الأمر طبعا من الشرك. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، ولكن قل ما شاء الله، وقال حتى قال سبحان الله أجعلتني لله ندا، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت يا رسول الله. طيب هنا بيجي الواحد بيقول طيب هو الرسول بيجوز نيته طيب، يعني نيته منيحة مش ما قصدوش إنه يساوي الله، حتى لو هذه الأمور حتى الألفاظ تراعى، لهذا لا يزعل حدا لما يجي يقول له تحرفش بشرفي أو كذا ويكثر التنبيه له، لأنه طبعا هذا حرصا على دينه، حرصا على دينه. إذا قلنا أنه أكبر من الكبائر، تخيل أنه زنا من الكبائر، طب قول بشرفي شرك أصغر، إذن أنه أعظم؟ جاوب نفسك. إذن فإذن رتبت درجات الذنوب تعرف أنه هذه المسائل فيها مزح، مسائل التوحيد فيها مزح. وعن حذيفة قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره قول أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك، جائز أنك تحتمي بحدا من الناس، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني دي جائز أنك تستغيث بحدا قادر على أنه ينصرك وتقول له تعال انصرني، هذا جائز، ولكن لا تجعل اللفظ أعوذ بالله وبك، يعني كأنه هو زي ربنا، لا قل أعوذ بالله ثم بك. ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، يعني حط دائما حرف ثم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.